في حضور الرئيس فاد أقيم مساء اليوم في جامعة الأزهر في غزة حفل تأبين في ذكرى مرور 40 يوما على وفاة المناضل عبد الكريم العكلوك الأمين العام للرقابة في السلطة الوطنية الفلسطينية. وألقى الرئيس ياسر عرفات كلمة قال فيها: ها نحن كلنا مشاريع شهادة على طريق الحق، طريق القدس عاصمة دولة فلسطين. وأضاف الرئيس: العهد هو العهد والقسم هو القسم، أن نستمر في هذا الجهاد الطويل والصعب على طريق الشهادة، طريق التضحيات، طريق النصر والعزة، ليس فقط لشعبنا الفلسطيني ولكن لأمتنا العربية والإسلامية، حتى يرفع شبل فلسطيني علم فلسطين فوق أسوار ومآذن وكنائس القدس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، صدق الله العظيم. يا أختي يا أم العبد، يا إخواني يا رفاق الدرب والمسيرة، هكذا نحن جميعا مشاريع شهادة على طريق الحق، على طريق القضية المقدسة، على طريق القدس عاصمة دولة فلسطين. نعم يا إخواني، فلسطين مهرها غالي، وهذا الشعب شعب الجبارين من عليه الله العلي القدير بهذه المنة وبهذه المنحة، بأننا في رباط إلى يوم الدين. نعم، هذه منة من الله العلي القدير، وهم في رباط إلى يوم الدين. كلمات تصغر ولا يبقى في النفس إلا هذه الأصالة، وإلا هذا العهد والقسم الذي تعهدنا عليه جميعا. العهد هو العهد والقسم هو القسم، أن نستمر في هذا الجهاد الطويل والجهاد الصعب والجهاد الشاق، طريق الشهداء، طريق التضحيات، ولكنه طريق النصر، طريق العزة، ليس فقط للشعب الفلسطيني ولكن العزة لأمتنا العربية، لأمتنا الإسلامية. امبارح كان الأخوات سمعوا من أخي الدكتور نبيل الشعس، كان بيتحدث هو وشحال وزير الشرطة على الأخوات، ومنهم عبير الوحيدي. قال له عبير، قال له عبير هذه أخطر 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 من الرجال، أخطر رجل وأخطر مش امرأة، أخطر رجل، لأنها لن ننسى أنها كانت تقتحم بمدفعها الرشاد مواقعنا، مواقع. وفعلا ما تنسوا ان هي القائدة العسكرية للمنطقة الوسطى
بالضفة الغربية. هذه هي عبير الوحيد ودلال المغربي لقائدة الكوكبة من الأبطال اللي قاموا بعملية الإنزال على الشاطئ. وهي القائدة، هي قائدة القوة المجموعة اللي قامت أول جمهورية فلسطينية في الباص. هذه هي المرأة الفلسطينية، المرأة الفلسطينية بكل ما تعنيه من أبعاد نعتز بها ونفتخر بها ونفاخر بها الأمم والشعوب. أقول في هذا اليوم ونقول سويا معا لشهدائنا الأبرار لمعتقلينا لجرحانا العهد هو العهد والقسم هو القسم أن نستمر في هذه المسيرة بكل ما فيها من آلام ومتاعب ومصاعب إلى أن يرفع طفل فلسطيني أو زهرة فلسطينية اللي أنا سميتهم الجنرالات الجبل مش هدول الأطفال، أنا سميتهم من جنرالات الجبل ليش يا إخوانا؟ لأنه هزموا الجنرالات الإسرائيليين 7 سنوات فقط. إلى أن يرفع فعلاً طفل فلسطيني أو زهرة فلسطينية علم فلسطيني فوق أسوار القدس ومآذن القدس وكنائس القدس، يرونها بعيدة ونراها قريبة وإنا لصادقون، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة إن الله لا يخلف وعده يا إخواني. فوعدي إن شاء الله يا إخواني القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين، شاء من شاء وأبى من أبى، واللي بيتحركوا يشرف المحكمة. وإذا كان في بعضكم عنده تحفظ عن أصله، والله أنا عندي ألف تحفظ عن أصله. أنا بعرف إن المسيرة طويلة وصعبة وشاقة يا إخواني، ولكن أنا بقول لأسرانا ومعتقلينا وعلى رأسهم أميرهم الشيخ أحمد ياسين، بقول هذا الكلام يا إخواننا بالحجر الفلسطيني المقدس انتصر الجنرال الفلسطيني، الجنرال الطفل الفلسطيني، الجنرال الطفل الفلسطيني، انتصروا على جنرالات إسرائيل، وإمتى يا إخوانا؟ بعد إيش يا إخوانا؟ بعد ما ظنوا إنه استطاعوا أن يهزموا منظمة التحرير الفلسطينية، بعد إيش يا إخوانا؟ بعد حصار بيروت وبعد مذبحة
شتيلة الأولى من شارون وشتيلة الثانية من الزوارين الأخر الآخرين يا أخواني. نعم يا أخواني ظلوا أن انتهت الثورة الفلسطينية، انتهت ثورة الفلسطينية فعلا يا أخواني، رديتوا عليهم. ولذلك لما بنقول الانتفاضة، الانتفاضة من 67، لا احنا كان بدنا نقرب لها لا 86. واللي بعض الناس اللي ادعوا انه هم قابوا بالانتفاضة، لا، اللي قابوا بالانتفاضة هم من اطفال فلك وطفلات فلك. وانا بدي اذكركم يا اخواني، انا بدي اذكركم يا اخواني وانا بقول هذا الكلام، سألوا كان في ذلك الحين، كان في ذلك الحين رابين وزير الدفاع الاسرائيلي كان موجود في واشنطن، ايش قالوا؟ قالوا له في انتفاضه، في انتفاضه، في انتفاضه. قال لهم اي انتفاضه؟ قال لهم يومين واقضي عليها، بس ارجع يومين واخلص عليها. انا رديت عليه قلت له قدامك يومين واسبوعين وشهرين وسنتين واحنا وياك وزمن طويل، مظبوط ولا لا؟ واحنا وياك وزمن طويل، فعلا واحنا وياك وزمن طويل، ويا جبل ما يهزك ليه، يا جبل ما يهزك ليه. ولذلك بقول لك يا ابا الامين، نم امنا مطمئنا مع الاحبه، مع الشهداء الأبرار في عليين، مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. نم يا أبا الأمين، نم نم، لأنه إحنا حنكمل المشوار. ولن أنسى يا أبا الأمين هذا الكلمة لدها بلمش العين أفرخ ضر بعودتكم، ضر بعودتكم. نعم برمش العين أفرش ضر بعودتكم، ولكنه ما 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 فرش ضرب العودة برمش العين، فرش بدمه، بجسده، بلحمه. ولذلك بقول لك يا أبا الأمين مرة أخرى، نم آمنا مطمئنا، فنحن على الدرب، نحن على الدرب، فنحن على الدرب سائرون.